وهو العلي العظيم. هذه الجملة ختم الله تعالى بها هذه الآية العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن. وتأمل أخي الكريم ما ذكره الله تعالى من أسمائه وصفاته في آيات الكتاب الحكيم، فإن الله تعالى يذكر من الأسماء والصفات في آياته عند ذكر عند الخبر عنه أو عند ذكر أحكامه وأفعاله وأخبار من مضى من الخلق، يذكر أسماء مناسبة وليست أسماء خبط عشواء، بل أسماء لها صلة بما تقدم من خبر أو حكم. ولهذا كلما عظم علم الإنسان بمعاني القرآن وجد التناسب بين ما يذكر من الأسماء وما يتقدمه من الأخبار أو الأحكام. وكلما ازداد الإنسان علماً وبصراً وفهماً وتدبراً لآيات الكتاب وجد الصلة بين ما يذكر من أسماء الله وصفاته وبين ما يسبقها أو يلحقها من الأحكام والأخبار. أخبر الله تعالى عن نفسه في آية الكرسي بعظيم الأخبار الدالة على جلاله وعظمته وبهائه وعلوه سبحانه وبحمده عن كل نقص أو عيب. ولهذا ختم الله تعالى هذه الآية بهذين الاسمين الجليلين، وهو العلي العظيم، الدالين على علو ذاته وقدره وقهره وجليل قدره وعظمته سبحانه وتعالى في نفسه. فهو العلي سبحانه ذاتاً، وهو العلي سبحانه قدراً، وهو العلي سبحانه قهراً، فكل الخلق تحت قدرته وهو القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده. ما من أحد إلا وهو في قدرته، فهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده كما أخبر في آيات كتابه الحكيم. ولذلك بعد أن أخبر بما أخبر من جلاله وعظيم سلطانه وجليل صفاته وأسمائه قال وهو العلي العظيم. واعلم بارك الله فيك أن العلو الثابت لله عز وجل علو يليق بجلاله، فالله هو العلي الأعلى سبحانه وبحمده. واعلم أن العلو الثابت لله علو ذات، فهو فوق كل شيء، الرحمن على العرش استوى، وهو علو قدر فليس شيء أعظم من الله قدرا، وهو علو قهر فهو القاهر فوق عباده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فالجميع كلهم خلقه وتحت قدرته سبحانه وبحمده. هذه ثلاثة معاني كلها ثابتة له بعلوه سبحانه وبحمده وأنه العلي. ثم بعد أن أثبت علوه وهو متعلق بخلقه وبذاته عاد إلى إثبات العظمة في ذاته فقال وهو العلي العظيم. واعلم أن العظمة الثابتة لله عز وجل لا تثبت من معنى واحد، العظمة الثابتة له لا تثبت إلا بمجموع العلم بأسمائه وصفاته. فهو عظيم لأنه الرحمن، وهو عظيم لأنه رب العالمين، وهو عظيم لأنه مالك يوم الدين، وهو عظيم لأنه الحي القيوم، وهو عظيم لأنه مالك كل شيء، وهو عظيم لأنه العليم بكل شيء، وهو العظيم لأنه القدير على كل شيء، وهو العظيم لأنه الحافظ لكل شيء. فكل هذه المعاني أفادت وأبانت عظمة الرب جل وعلا. ولذلك العظيم لا يفسر بمعنى واحد، مثل الحميد والمجيد، هذه أسماء لا تفسر بمعنى واحد. يعني الرحمن
يفيد أنه ذو رحمة، الكريم يفيد أنه ذو كرم، العليم يفيد أنه ذو علم، لكن العظيم والمجيد والحميد لا تفيد معنى واحد. فالعظمة والمجد والحمد ليس مستفادا من صفة واحدة بل من مجموع صفاته. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كل اسم دل على معان عديدة واسعة فهو من الاسم مما يوصف بأنه الاسم الأعظم. ولهذا قال بعض أهل العلم الاسم الأعظم هو الله، وقال بعض أهل العلم الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وقيل غير ذلك. والصواب ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الاسم الأعظم هو كل اسم دل على عظمة الله جل في علاه وجليل صفاته وما له من الكمالات سبحانه وبحمده. ولهذا ختم الله تعالى هذه الآية بهذين الوصفين العظيمين.